هاي، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج العقرب. هذه القراءة رح أحاول فيها أعبر عن، يعني أحاول فيها أحكي عن مشاعر الحبيب نوي، ورح أحاول أشوف مستقبل العلاقة بينكم. كذلك رح أشوف للعزاب هل في شخص جديد بحياتهم أو لا. هذه القراءة لبرج الشمس قمر طالع عقرب، وكذلك القراءة فيها تكون عكسية. عم شوف يا برج العقرب بهذه القراءة على أنه أنت في خسارة، خسارة شخص، خسارة مادية، خسارة من نوع خاص. كذلك عم شوف على أنه كأنه أنت والحبيب كنتوا على وئام، كنتوا متصالحين وكان بينكم علاقة كتير طيبة، بس خسرتوا هذه العلاقة من أجل أنه أنتوا كنتوا شوي من نوع اللي بتتشاكروا، من نوع اللي كل مرة مشكل، كل مرة في أشياء تخلي هذه العلاقة تنتهي. حاليا عم شوفكم مبتعدين، وعم شوفكم تتذكر، خاصة أنت يا برج العقرب عم تتذكر هذا الحبيب بخصال جميلة. عم شوفك تعبان كذلك، ممكن بالليل ما عم يجيك نوم، كل مرة عم تفكر بهذا الشخص بشكل مطول. عم شوف كذلك طاقة الحبيب حاليا. هذا الشخص حاسس حاله أو يظهر بطاقة المستأنس بالعيلة، عايش مع عيلته بشكل يعني فرحان، عايش مرتاح. كذلك عم شوف على أنه في سعادة، يعيش سعادة بحياته، كأنه هو ممكن جاته فكرة أو جاته بصيرة، تعرف على أشياء جديدة بالحياة خلته سعيد، أو صار ممكن أنتم مبتعدين، ممكن سر سعادته يا برج العقرب لأنه ما صار يحكي معك، ممكن العلاقة وصلت لمرحلة صار فيها تجريح أكثر، لهيك صار كل ما يبتعد عنك كل ما يرتاح. وكذلك أنت ممكن، كذلك ممكن يا برج العقرب فيك خصلة أنت بتحب شدة، ممكن هذه الخصلة اللي فيك يا برج العقرب تخلي الإنسان يحس حاله دائما كأنه مسجون، أو كأنه فوق طاقته. بحسوا على أنه هذا الشخص لما عمل لك بلوك، أو لما خلص سكر الكلام بينك وبينه، عم شوف بيعيش سعادة وراحة نفسية. ممكن كذلك يكون من برج هذا الإنسان، يكون من برج الدلو. هذا الشخص عم يبني حياته من جديد، كأنه يعني بيرمم حياته. عم شوف مشاعرك تجاه هذا الإنسان، عم شوفك متقلب جدا، بدك صلح، بدك إنصاف، بدك كذلك رجعة، بدك إنه ترجع الكلام بيناتكم. ممكن بدك تصلح الأمور إذا أنت جرحته لهذا الشخص. ممكن ردة فعلك يا برج العقرب كانت شوي قوية أو كانت قاسية تجاه هذا الشخص، وبدك تصلح الأمور، تعيد تصليحها كذلك. وعم شوفك تنوي أن تعيد أو ترمم صفو هذه العلاقة، تعيدها سعيدة من جديد. اوكي، عم شوف مشاعره وهو اتجاهك فيه تقريبا ضبابية. هذا الانسان بحبك بس هو مكسور القلب. هذا الانسان بيعشقك لانه بيطلع لي ورقة اللوفرز، بس انا عم شوف هذا الانسان مكسور القلب، خاصة من طرفك انت يا برج العقرب. عم شوف في نظرة ضبابية، ما عارف يشوف الصورة الحقيقية. ممكن لما بيبتعد عنك بحس بهدوء وسلام داخلي. ممكن انت يعني فيك نوع من الشك والغيرة بنسبة كبيرة، وعندك مشاكل اخرى، بس هو بيرتاح لما يبتعد عنك بحس بسلام. بس هذا الانسان مو عارف اي طريق يتخذ، يبتعد عنك يروح لطرف اخر، لانه بيطلع ورقة العصوان، يعني اثنان عصي. مش عارف اي طريق يتخذ، هل هياخذ يعني هل يرجع لهذه العلاقة، لانه هو بحبك لا انكر، بس هو ممكن لما بيكون معك بتكون الامور شوي مش جيدة. الأشياء اللي عم شوفك يا برج العقرب ما بتحبها فيه، ممكن هو
سريع الزعل ويبتعد بسرعة. ممكن كلمة كلمتين بيتخذ قرار على أنه يبتعد ويروح خلاص، وبيعصب وبيستفزك أنت يا برج العقرب. ممكن لما بتستفز بتصير تحكي كلام جارح، بسرعة بتخسره لهذا الشخص. يعني شخص سريع الغضب وسريع اتخاذ القرارات. عم شوف كذلك الأشياء اللي بتحبها فيه، بتحب فيه على أنه شخص متوازن، بيعرف كيف يعرف يعمل كتير أشياء. ممكن بيعرف كيف يحب ويشتغل ذات الوقت، ممكن هو ناجح ماديا، ممكن حتى بتحس على أنه شخص جميل جوا. أوكي، الأشياء اللي ما بحبها هو فيك، ما بحب فيك على أنه كل مرة تدخل بشجارات معه، بمشاكل معه. هذا الإنسان مثلا بيشوف على أن العلاقة بتكون سمنة على العسل، متفقين في ما في مشاكل، شوي تصير العلاقة مثل هيك، يعني بتصير فيها مشاكل وصراعات، وليش أنت عملت وأنا ما بعمل، ويعني بيصير فيها مشاكل وتهور، وبحسك متهور بأوقات، بحسك مثلا بتتخذ القرار ما بتفكر فيه، بس لأنه حسيت أنه لازم يكون هذا القرار، وعندك شوي من العند. كذلك هيدي الدفول بتعني الإنسان اللي في نوع من الكبر. أوقات إذا أنت زعلت برج العقرب بيطنش الشخص الآخر، وبيعمل كأنه مش على باله ومش مهتم للطرف الآخر، وبيصيبه يعني كأنه بيتكبر عليه شوي. هو بحس هذه الأشياء وما بحبها فيك على فكرة. ودائما ممكن أنت عندك مشكل، كل مرة بتصالحه بتجيب له سيرة الماضي، دائما بتجيب له المشاكل الماضية، بتقول له ليش انت يعني السنة اللي مضت عملت هذا المشكل، وانا وانا وانا. بحسك انه دائما بترجع لمشاكل الماضي. ممكن الاشياء اللي بحبه فيك، بحب فيك على انه ما بتنساه ابدا، ودائما بتتذكره بكل وقت. وعلاقتكم بالرغم من انه فيها مشاكل، دائما بتشوف الشيء الايجابي بالعلاقة وبالشريك كذلك. هذا الإنسان ينوي، بس هذا الشخص بحبك، هذا الإنسان ينوي أن يجدد العهود معك ويرجع لإلك. هذا الإنسان بحبك، بيطلع بكذا ورقة أنه بحبك، بس في مشاكل ما مخلي العلاقة تنجح. كذلك أنت بدك ترجع هذه العلاقة، بدك صلحها، ممكن تطلب السماح من هذا الطرف. وعم شوف كذلك مستقبل العلاقة، مستقبل العلاقة شوي يتطلب، شوف مستقبل العلاقة مرهون بشيء اسمه تغيير العلاقة الحالية. إذا ما غيرت العلاقة بهذا الوقت الحالي، ما رح تتقدم للمستقبل وتصير جيدة. لهيك ينصح الورق إنه شوي تكونوا ثابتين، تكونوا ما نكون متعجلين بأخذ القرارات أنت والشريك. وكذلك لازم تشتغلوا على العلاقة وتحسنوها أكثر. كمان هون بيقول لك الورق إنه لازم تعمل توازن لهذا العلاقة، تاخذ وتعطي، مو بس تعطي بالعلاقة أو تاخذ كتير، لازم تاخذ وتعطي وتتنازل عن أشياء. العلاقة بدها تنازلات كتيرة، وهذا الورق ينصحك بهذه الأمور. عم شوف كذلك في انجذاب عالي جدا بينك وبينه، بيقول لك إنه اسمح لقلبك إنه هذا الإنسان يخترقه واستمتع بالأوقات. عم شوف كذلك في conversation، يعني في حوار مثلا على الواتساب، على الماسنجر، يعني على ابلكيشن. عم شوفكم عم تحكوا على بعض، تحكوا مع بعض. عم شوفكم بيقول لك انه لازم تحكي على الاشياء بتحس فيها للطرف الاخر، احكي اللي بقلبك، يعني ما تخبي، ما تحاول تعمل هذا الكبر او الانا العالية، تحكي على انه انا لا، ما فيني احكي عن مشاعري للطرف الاخر. اما بالنسبه قبل ما ادخل على الناس العزيب، رح احاول احكي عن الطاقات اللي عم تطلع. عم شوف برج الجوزاء، عم شوف كذلك
برج الأسد، وعم شوف حتى برج الميزان وبرج الحوت كذلك. بس يعني بتطلع كل الطاقات، من طاقات ترابية إلى طاقات مائية هوائية ونارية كذلك. أما بالنسبة للعزاب، عم شوف العزاب عم يطلعوا على أشخاص حلوين، عم يشوفوا أشخاص حلوين أو يحكوا مع أشخاص حلوين، ممكن معجبين بشخص له مكانة عالية، ممكن يكون كذلك مشهور ومعجبين فيه. بضل إعجاب، ما عم شوف في حركة أو في يعني تقدم يعني تقدم هذا الشخص إليكم أو تقدمكم أنتم لهذا الشخص. كذلك عم شوف على أنه يعني لساتكم قاعدين بمكانكم، ما عم شوف في يعني أحد يعني بحياتكم، عم شوفكم شوي واخدين وقت بتفكروا بترمموا حياتكم، ما عم شوف في تقدم ولا خطوة من شخص آخر. ممكن مهتمين لكذا أمور، ممكن مهتمين للوضع المادي، عم شوف أنه مو راضيين على الوضع المادي بالنسبة لبرج العقرب، عزاب برج العقرب، وعم شوفكم بتفكروا بكذا أمور. ممكن في معجبين، أنت معجب بشخص آخر بس ما عم شوف في علاقة. أوكي، هذا كل شيء بيطلع لبرج العقرب. بتمنى لكم كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك.